السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. كي دايرين؟ اشنو كتعاودوا؟ كي دايرين مع هذا الحجر الصحي؟ عرفتي شي حاجه كنت دايره واحد الكورميط، وهذيك الكورميط دايره لي دارت لي الحكه، وبديت كنحك نحك. شوفوا يدي كيفاش ولات من هنايا، ما عرفتش شكون كتبان لكم اولا. لا شوفوا، ما عرفتش. شوف شتي الحبوب، عرفتي دارت لي بحال شكل ديال الحساسيه، وبقيت عرفتي حك حك حك، ما بغيتش نحك باش ما يطرطقوليش هكذا بالدم، ولا كنبغي زعما نميك ساعه والو. ايوا المهم، اش كتعاودوا؟ كي دايرين؟ ياك الامور كامله هانيه؟ ايوا الحمد لله، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. باش ما تقولوش اسماء ما كتسمعش الهضره، اسماء كدير غير اللي في راسها. ها انا درت الدره صافي، قلت لي نجمع راسي، انا جمعت راسي. ولكن البنات راه والله ماشي جمعتو زعما حيت زعما النفاس محلول ولا شي حاجه، بصح راسي ضرني واحد شويه، ضرني هاد البلاصه النص ديالها راسي ضرني، وضرتني عيني ديال اليمن. وانا دائما الا ما نعستش مزيان دائما كيحرقني الجنب ديال راسي، وكتحرقني عيني ديال اليمن بحال هكا، بحال داك الدقات كيجيو فيها هي، يعني داك الدقات اللي كيكونوا هنايا بحال كيعطيوني لعيني. ايوا واش غنقول لكم؟ قلت النعاس. شنو دارت لي اريج؟ دارت لي كارثه. شوف مروه فين كتخبع. اريج قلت لكم دارت لي كارثه، قلت لكم غير النهار الاولاني اللي غادي تضيفني صافي، اما من بعد عادي تقول لي اجي لهنا نوريك. وداك الشيء اللي كاين، ليله ديال البارح حتى الخمسة د الصباح، ليله ديال البارح حتى الاربعه ديال الصباح عاد نعسات. ومني كتنعس كتبقى تنعس وتنوض، تنعس وتنوض. ها كتعرفوا الصحابه الرضاعه الطبيعيه كيفاش كيكونوا، يعني كيكونوا على اشك ساعه كتنوض باش ترضع. ايوا المهم، الله يجعل كلشي مغفرات الذنوب يا ربي امين. هزها ليا تمشي تهرق. الله يجعل كلشي مغفرات الذنوب كي قلت لكم، ويجعل كلشي هكذا لله في سبيل الله، ناخذ شويش ديال الاجر وصافي. هذا ما كان كل مرحله وكيفاش كتجي كل مرحله وصعيبه على اختها. شوفوا دابا ها نتوما هذيك الزنوبه، هذيك الزنوبه نعسه قدام اريج، عرفتي كدير لها هكا في يديها، واريج كتشوف زينب كتحس بيها ولا ما نعرف. انا كنعرفو مازال ما كيشوفوش دابا حاليا، اليوم يلاه مازال عاد ربع ايام، يعني كدير لها هكذا وهي غير كدير هكا بعينيها وكتحس بيها، كتحس يعني بداك الاحساس سبحان الله العظيم. ويلا مشات لعندها وغنات لها ولا شي حاجه كانت كتبكي ولا هذا، عاوتاني كتسكت كتبقى كتصمت لها، كتبقى تدور هكا في عينيها وهي كتصمت لها سبحان الله العظيم. يمكن حيت ساعه كتعرف الحلق ديالها ملي كانت في الكرش وداك الشيء. اما واحد المشاغبه ها هي اي اي مشاغبه نوضي نوضي سيري سنتين قدام خيتك، سيري طلع طلع قدام خيتك. انا مشاغبه. مشاغبه انا كنقول لكم شات على الغيره. هذيك النهار الاول راه غير دموع الفرح، غير دموع الفرح وصافي على ما جات وصافي. اما البارح قيلا في النهار وفي الليل بسخانه والله العظيم، داكشي كيخدم عليها وقيلا من الداخل. مع انا اصلا كنت عواله باش قبل، المهم قبل ما نولد اريج كنت عواله نشري شي حاجه، شي حاجه زعما باش نعطيها لهم ونقول لهم هادي راه عطاتها لكم اختكم ولا هكا، شي حاجه كي بحال هكا باش زعما ما تكونش فيهم داك. المهم زين غادي تعيق راه حيت كبيره، ولكن مروه ما غاديش تعيق، لان مروه مازال ما كتسوقش كتلعب وداكشي ما كتسوقش. هادي زين مشات. كنت عواله نشري لهم شي حاجه ديال اللعبه ولا شي حاجه باش نقول لهم هادي جابتها لكم اختكم اريج هكا كادو، هادي وهادي. ساعه ما كتبش ما خرجش ما كتبش مع هذا الحجر الصحي وهذا وهذا، صافي ما جبت لهم حتى شي حاجه. ودابا مروه والله العظيم الا بانت فيها الغيره كتخدم عليها من الداخل. ايوا المهم دابا كنقول غير نرتاح واحد شويه وهذا، واخا نمشي غير نخطف راسي غير المرجان ناخذ شي حاجه ونجيبها لهم باش نقول لهم هذه راه حقا كانت جبتها لكم خصكم وهذه وهذه، غير باش ما تبقاش داك خيتك زوينه. اه
زوينه. وبعد هذيك اللي كان ياخذوا فيها السخانه خديتها لك. ماشي السخانه، الما سخون. الما سخون ها هي صافي يا ماما. هذه كنديرها البنات عرفتي مي كان كيشدني الوجع قبل كان كيقطقطني القطع ديال الحريق، ايوا كنت دائما كناخذ هذيك وكنديرها هكا زعما فوق كرشي سعوال وداكشي ما كيبردش كاع، داك الحريق ما كيبردش كاع. المهم البنات شنو نقول لكم، مشيت خديت واحد الدوليبران من بعد داك الروينه كامله اللي ديال الحريق ديال الراس وداكشي، خديت واحد الدوليبران. وفاش خديت الدوليبران رجعت تنقطر 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 بالعرق بحال الا راني ما عرفتش شنو واكله. المهم عرق الحمد لله هذاك العرق اللي كيخرج راه غير مزيان، زعما مزيان وداك الشيء يعني ما نخافش. ومن بعد مشيت خليت هكذا واحد الدوش اللي هو خفيف باش نزول عليا داك العرق وداك الشيء. ومشحال هذه ما حطيت شي حاجه على البشره ديالي من زمان الله، وقلت ناخذ نحط شي حاجه هكذا على البشره باش هكا نحس بالبشره ديالي بانني درت لها شي ماسك ولا شي حاجه. المهم غادي ندير هذا، هذا ديال البشره المختلطه ما بغاتش تخرج البشره المختلطه اللي كتكون مخلطه، ها هي خرجت مخلطه. حيت دابا انا البشره ديال نورمالمون البشره كتكون ديالي انا جافه نورمالمون، ولكن دابا كنحس بها من هنا مزيته من هنا مزيته، داك لي زومون راكم عارفين هنا عاوتاني كذلك مزيته. المهم من فاش دوشت وداكشي درت هكذا واحد القماش خفيف، وغادي ندير هذا الماسك هذا اللي مصوب من صوف ديال الكربون هذا من عند باليا. المهم كيدار 10 ديال الدقائق، غادي نحاول نجلس هنايا 10 دقائق هي هذيك مع البنات وداك الشيء ونطبقوا على البشره ديالي، لان فريمون خاصني ندير شي حاجه لوجهي. غير هو انا واخا غادي نديرو داك الشيء مور ما غادي نزولو غادي نولي نعاود نحطو تما، لان فريمون كيكونوا هانتوما كيكونوا عرفتي عامرين بالبرودوي، عامرين عامرين يعني بامكانك تستافدي منهم اكثر من مره. درت هذا الماسك هذا
المهم درتو خليتو هكذا واحد 10، المهم اكثر من 10 دقائق، كنت كنهضر مع البنات في التليفون مع صحباتي في التليفون، و تلهيت عرفتي. وفاش درت الماسك ما غاديش نغسل وجهي، غادي ناخذ داك البرودوي. شوفوا ضفراني، هادو راه ماشي صباغه، هذا راه الضوء الحمر. الضوء الحمر مي كان نخدم الضوء الحمر للصريره ديال اريج. البرودوي غادي نديرو في وجهي، ما غاديش نغسلو. قلت لكم كنت كنهضر مع صحاباتي وبقيت هكاك، درت له اكثر من 10 ديال الدقائق. بالنسبه للبنات اللي سولوني قالوا لي اسمع عفاك ورينا سباسفون، انا غنوريه لكم. بالنسبه لسباسفون اللي مقبله على الولاده وبقات لها يلا سيمانه وتولد اولا 10 ايام وتولد، عاد دير هذاك سباسفون. هو هذا البنات، ها هو ديروا لو كابتور ديكرون، هو هذا سباسفون اللي قلت لكم. هذا ديروا قويلب، كل ما تبغيو تمشيو تنعسو ديروا قالب هكذا في الليل وصافي ونعسو. راه كيخلي اللحم ديال الوالده كيكون ديال الرحم كيكون رطب وكيكون كيتجبد بحال لاستيك، يعني دغيا دغيا كيكون كيتمدد. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ولكن اون فوا تولدوا هذا عندك تمشيو ديروه، لان الوالده خصها داك الساعه تجمع، خاصها تجمع وتقصح باش ترجع لبلاصتها. هذا راه ممنوع من مور ما تولدوا، انا دابا هذا ممنوع عليا، قالت لي الطبيبه قالت لي عندك وتمشي ديري سباسفون قوالب. كاينات الله اعلم، ولكن كنهضر لكم انا على القوالب فقط. صافي دابا كان والله الا حسيت بالبشره ديالي شي شويه تغدات، ما عرفتي شحال ما درت لا ماسك لا حتى شي حاجه للبشره ديالي، سواء كان طبيعي او لا سواء كان هادو اللي كيكونوا هكذا موجودين دغيا دغيا باش يتحطوا. شحال هادي ما درتهم. ايوا صافي هذا ما كنمشي تقص قدامهم، كنقول الا كانت اريج كتشوف تخلع مني، تقول واش هادي امي ولا شكون. ايوا المهم نمشي نشوف شميت الريحه ديال شي حاجه، المهم كطيب نمشي نشوف شنو كطيب ونشارك معاكم. فاطمه الزهراء شنو كطيبي؟ درتي بيتزا؟ لا العجينة عمرتيهم ولا لا؟ تعال نصور. شنو هاد الشي اللي مطيبه؟ نقلب لكم هدايا لالا مطيبه بركوكش، بركوكش ديال النفسات. المهم صوبه لي بركوكش ديال النفسات الصراحه. المهم انا ما شفتهاش كيفاش صوباتو كيفاش درتي له. ايوا خصو بزاف ديال بزاف. لا قولي لي انا، قولي لي كيفاش كديري له، كيفاش كتنصبيه؟ ما تيشا بسيله بحال الحريره بحال هكاك. غادي ديري ليه الحلبه والفول. الفول العدس والحمص. دابا هنا كاين الفول والعدس والحمص وهادي والمحمصه والحلبه ومحمصه والحلبه وقزبر ومعدنوس وكرافس. صراحه هاد البنات حنايا ما عمرنا، انا بعدا ما عمرني ما درت بالكوكش، ما كنعرفش يعني اصلا كيفاش كيتصوب. وحتى حنا زعما فاس ما كنصوبوش، حنايا كنصوبو نهار 3 ايام كنديرو الاخرى الرفيسه هي اللي كنديروها، سواء كانت بالتريد اولا بالملاوي ولا يعني كيكون فيها هكا داكشي دراس الحانوت وداكشي النافسه، كنديروا عاوتاني داك شو سميتها المريقه ديال الدجاج البلدي، كنديروا داك الفولات ديال الحولي بالحمص، هادكشي كنديروه زعما المراه اللي كتكون هكا يلاه ولدات. ولكن بركوكش ما كنديروهش حنا، بركوكش غير في الجهه الشرقيه ياكي داكشي علاش، حيت حنايا ما كنديروش، ما كنعرفش يعني كيفاش هكا كيتصوب. المهم خصني ندوقو ندوقو ندوقو. ها هو الحمص وفيه الحلبه قالت.
مسوس مسوس ولكن مذاقو مزيون. بحال الحريره بحال الحريره مذاق هو الفول. والله الا غزال اول مره كنذوق بالكوكش هكا غزال غزال غزال. المهم مذاق بحال الحريره. ايوا اختي الله يخطيك شكرا. هنايا ها هي فين كات صوب البيتزا خبيزات ديال البيتزا كنديرو لهم نصطيبه لان هادوك اللي كنا صوبناهم كانوا تسالاو دابا هاد النهار هي صوبات صوبات هادو. ماما واخ اشنو غادي نقول لكم. المهم مور ما دازت المغرب نتوما اللي قلتوها لي قلتوا لي اسماء ارتاحي ديري لنا لي فيديو ولكن لي فيديو ما توقفيش فيهم عافاك اسماء خليكي تنفسي بعدا واحد الشويش ديري نقاسي ديري نقاسي قالوا لي قالوا لي ديري لنا لي فيديو وانتي ناقصه هضري معانا نشوفو كل نهاريه ولكن ما توقفيش ما خلاونيش نوقف كي قلت لكم دازت المغرب اصلا تبان عليا في وجهي دازت المغرب ومع بنتي نعسات وداكشي ومع انا عارفه عاوتاني غادي توقف لي في الليل تقول لي توقف لي تقول لي والو ما كاينش النعاس شنو درت مشيت ضربتها بواحد النعسه والله العظيم ما فقت حتى العشرة عاد فقت. المهم غير نعسات نعست كنحاول منين نشوف راسي عيانه الناس ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد داك حرق راسي كان عندي ما بقاش بعدا لان عرفتي كنت قبل ما كنعش قبل من الولاده مالو وهذاك الشيء علاقه بالعين الراس عنده علاقه بالعين داك الزديح كانت كتزدح لي قلت لكم يمكن في الاول فيديو قلتها لكم كتزدح لي في العين ديالي هذه ديالي من كنقول له عيني راه غادي طير وهي كان خصني غير نرتاح واحد شويه خصني نعس. ايوا صافي المهم قلت النعاس وقبل عاوتاني قلت النعاس والوجع والولاده يعني كلشي تجمع كلشي شويه شعيانه. ايوا هي هذيك صافي دابا ملي بقيت هكا شي شويه كنرتاح الحمد لله دابا راني صافي اللهم لك الحمد داك حرك الراس وداك الشيء هدر لي ما بقاش. ايوا داك الشيء علاش مشيت ضربتها بواحد النعسه كنت بغيت نتشارك معكم غير واحد الكغاطان نديروه الليل ساعه ما درت والو قلت لهم ديبانيو باش الماكل ما غادي ندير حتى شي حاجه وبصح ما درت والو كاع. ايوا صافي هي هذيك دابا قلت والله حتى نقولها لكم. المهم قبل توصلت بواحد الكادو ها هو غادي نشاركو معكم ومن هنا غادي غادي نشكر واحد المتتبعه اولا واحد السيده اللي صيفطات لي هذا الكادو. صراحه انا ما كنعرفها ما حتى شي حاجه هي متتبعه وصافي ما كنعرفهاش وما تواصلتش معاها ما حتى حاجه مسكينه كانت بغات تجي عندي في لاكلينيك وجات ولكن انا خرجت يعني في نفس النهار جات لعندي ما لقاتنيش كاينه في لاكلينيك وبزاف بزاف ديال البنات في لي كومونتير اللي قالوا لي اسماء كنا الصراحه باغيين نجيو عندك وهادي ولكن دابا زعما حيت كاين الحجر الصحي وداك الشيء يعني مع هاد الفيروس هذا اللي كيدور ما كي يعني ما كاينش كيفاش نديرو باش نتلاقاو هذا ان شاء الله نتلاقاو من بعد يتهز علينا ان شاء الله يا ربي هذا البلاء واللي تبلينا به على غفله وان شاء الله من بعد نتلاقاو. مرحبا بكم والف مرحبا اللي بغات تجي عندي لداري مرحبا بها والف مرحبا غير تزول بعدا كورونا تزول واجي ومرحبا بكم كاملين اللي كتشوفني والله الا مرحبا بكم كاملين. انا ما كرهتش انني نتجمع ونهضر مع اصلا انا اجتماعي ومن شحال هذه ما جمعت ما هضرت مع حتى واحد والله الا قلت راجي قلت لهم بدا يدخل قلت له بدا يدخل معايا القنط بدا يدخل معايا القنط والله قبل كنت قنط القنط في شكل ودابا عاوتاني كاين قنط في شكل اخر ولكن ما عندنا ما نديرو والله يصوبو صافي عرفتي كل نهار كندخل الاخبار كنشوف كنقول يا ربي يا ربي ما تزاد حتى شي حاله ولكن الحمد لله. المهم داكشي ماشي انتشر كاع بحال الدول الاخرى الحمد لله اللهم لك الحمد وهاد الجهه هادي ديال الناظور الحمد لله لهاد النهار اليوم التاسع على التوالي ما كتسجل فيه حتى شي اصابه كنقول يا ربي يا ربي يا ربي يزيد ما يتسجل حتى شي حاجه
باش ما نعرف يقدو يديروا لنا شي حل شي حل منين يشوفوا داز 15 يوم ما كاينه لا اصابه لا والو في الناظور، وان شاء الله هادو كيتشافوا اللي باقيين مرضين. كنقول يا ربي يخفوا شي شويش علينا حتى حنايا، ولا يعطيونا غير واحد الساعه في النهار نخرجوا ولا هذا نشموا غير شويش الهواء. اكيد ما غاديش نتخلطوا مع بعضياتنا، واحد الناموسه هذا كنطور شنو ولا ما غاديش نتخلطوا مع بعضياتنا، وانما الواحد يعني هكا ولا حتى يخرج يشم شويه الهواء، ولا حتى مثلا في بحار او مثلا في شي يديروا نزهه ولا شي حاجه. المهم غير كنقولوا صافي متى حنا راه حنا ولفنا الدار، واخا كاين شي شويه ديال القنط، ولكن المهم كنصبروا راسنا وصافي هادشي اللي كاين. الله يهز علينا هاد البلاء يا ربي امين، ويتنزع على العالم كامل ونرجعوا حياتنا الطبيعيه، لان صافي كي قلت لكم بدا يدخل الصحيح. بالنسبه لهاد المتتبعه غادي نقول لها شكرا ليك بزاف بزاف بزاف، جات عندي لا كلينيك تعذبات وما لقاتنيش وتوصلت بهذا الشيء ديالها، هذا الشيء اللي جابت لي. نقول لها شكرا ليك بزاف على خطيك، صراحه مازال ما عرفتش شنو كاين هنايا، ماشي ما عرفتش، شفت شنو كاين ولكن مازال ما قريتش شنو هذاك الشيء. المهم اول حاجه كاين هادو، اول حاجه كاين هادو ديال البيبي، من لاغام ديال بيبي سات. خلاص بيبي سات حتى هي معروفه، بيبي سات هي انا كنت كنستعمل شحال هادي غير البوماده ديالها غزاله غزاله حتى هي الطياب وداك الشيء. بالنسبه لهادي هاد لاغام كامله كاين الحليب ديال الدراري هذا اللي في هذا الغوز، وكاين الطالك هذا البوربو، وكاين الكولونيا ها هي، وكاين الزيت ديال الدراري الصغار، وكاين الشامبوان، وكاين صابونه ها هي، وهنايا في الوسط كاين البوماده ديال الطياب ديال بيبي سات. المهم لا غام هذه كامله ديال البيبي. لا كيطيبوش بها ديال الدراري الصغار، يعني لا طابو ولا شي حاجه. المهم هذه لا غام ديال الدراري الصغار كامله. وهنايا صيفطات واحد هذا 100% الصابون، سميتو بيول، هاد لا مارك هادي سميتها بيول، هذا الصابون. المهم هنا دايرين فيه بانه 100% صابون 100% بارابين 99% بانه ناتوريل. هادو كنظن مصيفطاهم ليلي انا. كاين هذا وكاين هادي بيوليكس، كنظن كلهم من نفس لا غام. هاد بيوليكس هي جيل دو ماساج، حتى هي دايرين لها زعما ناتوريل وداكشي، كتغلاكسي لي موسكل وهادي، كتخليك ترخى من داك لا دولور، كتخلي لي موسكل يترخاو من التعب وداكشي. المهم هادي، وكاين هنايا واحد المانيزيوم سميتو ماك 24، فيه فيتامين بي 6 وفيه فيتامين بي 12، كيرخي اونتي ستريس، فيه 30 ديال لي كومبريمي. هذا نقول لها شكرا ليك ولا على خطيك ولا جبدتي راسك. وهنايا اخر حاجه اللي بقات هي هاد السبراي هادي، حتى هي سميتها بيول، باش قلت لكم كلهم هاد لا مارك ديال بيول حيت مكتوبه فيهم. غير هاد سبراي انتيسيبتيك، المهم سون الكول سون بارابين، هي هادي كيف ما كيبان لكم. غير هاد السبراي ما عرفتش الصراحه ديالاش، المهم ما عرفتش اللي ديجا مجربه هادي تقول لي ديالاش هاد السبراي. المهم انا الصراحه مازال ما حليت حتى شي حاجه، مازال ما قريت حتى شي حاجه يعني، وكنقولها شكرا. المهم هنا راه كاين داك الورقه مطاحه، لا ما كايناش، ولكن هنا راه مكتوب داكشي كامل في القرعه، يعني خصني غير نقراها وصافي. ما عرفتش الصراحه تم. المهم قولوا لي نتوما لتحت في لي كومونتير وانا تنقرا عليها ونشوفها. المهم هادو هما لي كادو اللي توصلت بهم،
صراحه ما كنعرفهاش، وانا نقول لك شكرا على خطيك. الكادو ديالك راه وصلني، انا بالعاني بغيت ندير هاد لا فيديو هادي باش تشوفي بان راه توصلت بهذا الشيء على خطيك، وشكرا بزاف بزاف بزاف. صيفطات لي هاد الشيء هنايا. هادشي اللي بغيت نقول من هنا انا هاد لا فيديو، نقولها شكرا على خطيك. الا عندك شي وليدات الله يخليهم لك، والا ما عندكش الله يسهل عليك والله يعطيك كل ما في خاطرك، ولا لخطك انتينا وجميع المتتبعات اللي باركولي واللي كيسولوا فيا واللي كيهتموا بالصحه ديالي، تيقولوا لي اسماء جلسي، اسماء حزمي راسك، اسماء عندك البرد، اسماء لا لخطك هما البنات. والله العظيم راه تما معزتكم في قلبي غالي، ربي اللي عالم، قسما بالله شكرا لكم بزاف. وهنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون خفيفه على قلوبكم، وان شاء الله الا قدرت على اساس انني ندير لكم دي فيديو اكيد غادي نشارك معكم لي فيديو. صراحه ما كنديرش، راه ما كنديرش البنات الشقاء ولا نهز الثقل ولا شي حاجه، ما كنديرش، ولكن كنتحرك يعني عادي، ماشي مريضه، راه غير نفيسه وصافي. يعني كنقدر نتحرك، كنقدر نوض، كنشارك معكم داكشي فقط اللي كندير، يعني ما كنديرش شي حاجه اكثر من طاقتي غير باش ندير فيديو، لا، يعني داكشي ديك اللي كنقدر عليه راه كنشارك معكم اليوميات، يعني الروتين ديالي اللي كنديرو، ماشي باش نسجل فيديو، لا، يعني داكشي اللي كنديرو كنشعل الكاميرا وكنديرو داكشي سبونطاني قدامكم وصافي، هادشي ما كاين. وهنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، اكيد الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم، شكرا لكم على المتابعه، وتهلاو في راسكم، تنتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي، لك تبارك الله، باي باي.